والله حبايب، قبل ما ابدي بالمقطع اليوم جايب لكم شركة فلو العراق. شركة فلو العراق عندهم هواي مميزات واشياء رهيبة مقدميها لكم. حرفيا تقدر تصير مشهور على اي منصة بكل سهولة وبضغطة زر، فتقدرون توصلوا حسابكم بالانستغرام 1,000,000 متابع. شراء المتابعين عندهم كلش رخيص ومضمون 100%. وطبعا الموقع كلش سهل الاستخدام، فهذه واجهة الموقع يا حبايب، منها تقدرون تسوون انشاء حساب وبعدين تروحون على الخدمات. الخدمات متنوعة يا حبايب، تقدرون تشوفون 1,000,000 خدمة سواء على لعبة بوبجي على يلا لودو. وبالنسبة لخدمات الانستغرام، والحلو انه كل خدمة عليها يا حبايب شرح مفصل، السعر مالتها اللي كلش رخيص، وبنفس الوقت الكمية اللي تقدر تحطها والوقت اللي توصل لك بيه. فمثل هذه الخدمة توصل لك ب 13 دقيقة فقط، تكون واصلك تقريبا 1,000,000 متابع. إضافة لعدة خدمات تقدرون تدخلون يا حبايب على الموقع بالوصف وتشوفون الخدمة اللي تعجبكم وتنفذوها. والأشخاص اللي يحبون يفتحون بثوث بالتيك توك ومو قادرين يوصلوا 1,000 متابع عن طريق الموقع والتطبيق فلو العراق، تقدر تشتري 1,000 متابع وبنفس اللحظة يوصلون لحسابك. الأشخاص اللي أجهزتهم أندرويد مسوي لكم مسابقة كلش حلوة، أي واحد يحمل التطبيق ويصبر لي إنه حمل التطبيق من الرابط أسفل الفيديو يبعث لي على الإنستغرام راح يربح $100. راح آخذ 3 أشخاص عشوائيين. بالنسبة للتطبيق يا حبايب، اول ما تنزلوه تدخلوا عليه وتسوونها بنفس الطريقه انشاء حساب، وهنا يا حبايب تكتبون الاسم وهنا بريد الالكتروني بكلمه السر. بعدين يا حبايب تدخلوا على اي خدمه تريدوها، مثل هاي زياده متابعين الانستغرام. كل ما عليك تحدد الكميه اللي انت تريدها، بعدين تاخذ رابط حسابك الانستغرام او حساب الشخص اللي تريد تزود اللي متابعينه وتحطه بهذه الخانه يا حبايب، ينطيك السعر النهائي وتضغط بس ارسال. لحظات يا حبايب راح يكون واصلك كل الكميه مضمون 100%. خبرنا الاول اليوم هو عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو تعرض لحمله هجوميه بشكل مو طبيعي بعد الفيديو صادم الانتشار عنه، واللي ظهر بيه بعد مباراة الهلال ويا النصر وخسارة فريق كريستيانو من الهلال 2-0. فطبعا جمهور الهلال صاروا يسبون كريستيانو ويحاولون يقللون من شأنه ويصيرون يذكرون المنافس مالته اللي هو ميسي بس على مود يستفزوه. ولكن الصدمة كانت هي ردة فعل كريستيانو اللي صار يسوي حركة قذرة ونقدر نقول شوية غير لائقة. البعض صار يقول انه هو ما يقصد انه سواها بالغلط، ولكن لا يا حبايب، فلو نكمل اللقطة بعد 5 ثواني رجع كررها لمدة طويلة، فواضح انه هو يقصد بيها ونوعا ما قاعد يهين الجمهور السعودي. بالسعودية سابقا كان اكو لاعب اسمه حسن كيتا، هذا اللاعب سوى نفس الحركة بالسعودية ولكن بنفس اليوم تم طرده وانهاء عقده. في الاغلب قاعد يسأل هل كريستيانو راح يشال عقده ويطردوه برا السعودية او انه القانون ما ينطبق على كريستيانو. اخبارنا اليوم حرفيا كلها زائد 18. فننتقل حاليا تيك توكر سارة مهند ويا روان، انتشر لهم فيديو من حوالي 5-6 ايام. بهذا الفيديو كان قاعدين بطعم وياكلون، وسارة مهند بلقطة عفوية صارت تلحس الشاورما يعني، ولكن ردة فعل روان نوعا ما كانت غريبة وخلى الناس انه يدخلون بنيتها. لما صارت تضحك بين كأنه سوت شيء غلط سارة، وطبعا الناس ما قصروا بيها وحرفيا صاروا يتهجمون عليها ويكتبوا لها انه هي متعودة على افلام الاباحية وتشوف افلام اباحية واشياء. بالنهاية حرام يا حبايب مدخل بنية البنت، ممكن كانت تضحك مو اكثر. عموما اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالموضوع. خبر وفاة الممثل السوري محمد قنوع اثر ازمة قلبية مفاجئة. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله. طبعا وفاته كانت كلش فاجعة، خاصة انه كان بصحة جيدة وانه يصير وياه هيك شيء صادم. البقاء لله وترحموا عليه يا حبايب بالكومنتات. خبرنا الاخير شوي رعب. من منكم شاف صورة هذه البنية؟ شنو قصتها بالضبط؟ هذه البنية تم اختطافها بيوم عيد ميلادها، وطبعا بما انه هي طفلة صغيرة وما تعرف، طلبت من الخاطف انه يسوي لها حفلة عيد ميلاد صغيرة، وتم تصوير هذا الفيديو راح احط لكم اياه شوفوه. طبعا هذا الفيديو كسر قلوب الملايين، ولكن الحمد لله انه تم انقاذ هذه الطفلة وسوى لها حفلة عيد ميلاد كبيرة. شوفوا اللقطات. بس والله هذا شيء تخبرنا اليوم، كانكم فايدة زي ما قلت مكتب المشاهير قصص عفوا. احبكم ومع السلامة.